المربعات. إذن مشاهدي الأكارم، العقل المسلم وإشكالية الانحياز هو موضوعنا الذي سنتناوله في عدد اليوم من برنامج أبعاد، وهو سؤال قديم يتجدد، ولازالت الأمة دائما تطرح هذا السؤال فيما يتعلق بالعقل وحدود هذا العقل، ومتى نتكئ عليه بصفة مطلقة، ومتى يمكن تقييد العقل، وكما سمى المفكر الراحل محمد عمار رحمة الله عليه العقل ما بين التأليه وما بين التدفيه. هذا الموضوع نفككه ونطرحه بين يدي أستاذنا الكريم الدكتور محمد ميقاتلي الإبراهيمي المختص في قضايا الفكر الإسلامي. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ عبد الغني. شكرا لك على قبول دعوة البرنامج. أهلا وسهلا، الله يبارك فيكم. أستاذنا، عندما نتكلم عن العقل المسلم وإشكالية الانحياز، لابد أن نأتي إلى تمهيد وهكذا نقدم لهذا الموضوع فلسفة الإسلام فيما يتعلق بالعقل. الإسلام كيف طرح مسألة العقل؟ هل طرحه هكذا صراحة أم تلميحا، وما الغاية من ذلك أستاذنا الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بداية، طبعا هذا موضوع جاد وموضوع يعني مترامي الأطراف، نحاول أن نلملمه قدر المستطاع. في المقدمة لابد من إضفاء هذا المعنى الكلي فيما يتعلق بالحديث الإسلام أو حديث القرآن أو حديث الدين عن العقل. الإسلام معروف عليه أنه دين وسطي، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، في كل مسألة من المسائل الإسلام تجميعي، فيه الليل وفيه الثنائيات، فيه الليل فيه النهار، فيه الخير وفيه الشر، فيه الحق وفيه الباطل. فدائما الإسلام عنده هذه الثنائية، هذه ما فيش الانفرادية، يا إلغاء العقل يا تقديس العقل. فالإسلام بين يعني الحركة الفكرية اللي جاء فيها الإسلام بين المسيحية التي ألغت العقل وجرمته وأحرقت الكتب وشنقت العلماء، وبين الفكر الإغريقي الذي كان يعتمد على العقل من غير وحي، أو بين الفكر الحداثي الذي هو ثورة على الدين. العقل هو ثورة على الدين، الإسلام لا هذا ولا ذاك، لا هو إلغاء العقل. العقل في الدين على فكرة هو نعمة من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه علامات وسائل البحث والتفكير، لعلكم تشكرون. فالعقل نعمة في القرآن يحتاج إلى شكر وليس تقديسا، لأن العقل كما قلت سابقا في الكواليس قلت لك احنا بعض علماءنا علماء الإسلام يعتبرون أن مقارنة العقل بالشرع نوع من الجنون، إنه هذا ليس من جنس هذا، هذا آلة فهم الدين. لذلك احنا العقلانية في الإسلام عقلانية مؤمنة، وهذا هو الجديد في الإسلام، عقلانية مؤمنة، أي ليست مقدسة للعقل ولا لاغية له، في حين الفكر الكنسي مثلا هو لاغ للعقل، مجرم لحركة العقل. الفكر الحداثي هو مقدس للعقل من حيث أنه هو مصدر للتشريع، مصدر للتنظيم، مصدر لكل شيء. يقول لك أي شيء لا يدركه العقل غير موجود، وهذا تطرف، وهذا تطرف. الوسطية ما هي؟ هي الجمع بينهما. الدين هو الشمس كما يقول أبو حامد الغزالي، هو الشمس بمحل الشمس، والعقل هو العين، فلا الشمس تنفع من غير عين ولا العين تنفع من غير نور، صحيح. وهذا هو الجمع. لذلك احنا عقلانيتنا مؤمنة لأن مصدرها هو القرآن. هل في حكمة أستاذ عندما لم يتناول القرآن هكذا صفة العقل بهذه الصفة هكذا؟ بالضبط، هذه عبقرية القرآن بين قوسين، إذا صح أن نسميها عبقرية. نعم. العقل ليس حاسة من الحواس، العقل هو شيء موجود في الذهن. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. والعقل هو عمل، هو فعل. عقلت الدابة بمعنى ربطتها، ولذلك كلمة العقل في القرآن كلها عملية، لعلكم تعقلون. بالمناسبة أستاذ عبد الغني، من غايات القرآن الكريم التعقل. الغايات في القرآن الكريم كيف نعرفها؟ هذا مبحث تخصصي. تعرفها بلعلكم، لما يقول لعلكم تتقون، لعلكم تفلحون، هذه غايات القرآن. إذا تحب تعرف غايات القرآن أتبع لعل. من غايات القرآن الكريم الكبرى وأهدافه التعقل، لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون. لذلك قلنا العقلانية في الإسلام عقلانية مؤمنة، تحمي التراث، تحمي الوحي وتحصنه. ولذلك القرآن ما ذكرش على العقل على أساس أنه حاسة، لأنه العقل في المكان، العقل هو الجوهر الإنسان، والقلب هو النهى، هو الألباب،
ولذلك يذكرها الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، من حيث هو جوهر الإنسان الذي يتحرك فيه العقل بالتفكير والعمل. ممتاز. نعم. أستاذنا، عندما نطرح مسألة العقل دائما وفي الدائرة كما قال في دائرة المعارف الإسلامية والنقاش الذي حدث قديما ما بين العقلي والنقل، هل عندما نتحدث عن العقل في الإسلام نتحدث على أنه يتعارض مباشرة مع التسليم والإيمان، أم أنه لا تعارض بينهما، لأنه الذين يتكلمون على العقل على أنه ربما يطرح السؤال ويشكك في كل شيء لابد أن نلغيه ونذهب إلى التسليم حتى يكون الإيمان صحيح؟ هذا منهج على فكرة غير قرآني. المنهج القرآني هو منهج تشكيكي. كيف عرف سيدنا إبراهيم عرف الله سبحانه وتعالى؟ بمنهج الشك. كيف الله سبحانه وتعالى يثير فينا الأسئلة في القرآن؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يتدبرون؟ أم لهم أي الأسئلة نتاع القرآن؟ أم ما هي إثارة للتساؤل للشك؟ إذا أردت أن تعرف الكون لابد أن تسأل، لابد أن تتشكك. وهذا الكلام، هذا التسليم المباشر، هذا ليس منهجا قرآنيا. لذلك يقول الله أفلا تعقلون؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ قل انظروا ماذا في السماوات ما لكم كيف تحكمون؟ يعني ما هي الموازين التي تحتكمون إليها باش تخرجوا بهذه الخلاصات اللي تخليكم تنكرون الحقائق؟ بمعنى استفزاز لمنهج القرآن. وعلى فكرة المنهج كما يقول أبو حامد الغزالي يتكلم عن الفلسفة الإغريقية، هي فلسفة تأملية. من الذي أتى بالمنهج التجريبي؟ علماء الإسلام. يا سبحان الله. وعلى الغرب نجح. نعم. لأنه أخذ عن المسلمين المنهج التجريبي. المنهج التجريبي موجود في القرآن الكريم. لذلك لما تقرأ القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف، شوف السياق، إذا ما مت لسوف أخرج حي، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ تفكر، أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فالإيمان في الإسلام هو مسألة بحثية من خلال الشك والسؤال والبحث. لذلك جاء المنهج التجريبي وظهر علماءنا وأبهروا في كل الميادين حتى في الفنون. صحيح. من خلال حركة العقل. لهذا دور من أدوار، طبعا طور من أطوار الأمة الإسلامية، العصر الذهبي نتاع العقل، تفتق العقل الإسلامي. قد يسلم الإنسان بأشياء تتعلق بالغيبيات أو بعض المسائل في هذه حدود العقل. نعم نعم، بمعنى الإنسان لا يشغل كثيرا فيها العقل ولا داعي لأن يشغل فيها عقله، لأنه ربما لا ينبني عليه عمل، مجرد تسليم هو جزء من الإيمان. هذه وسيلة الإسلام أو هذا وسطية الإسلام في بيان دور العقل، من حيث أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعقل. وكيف كرم الإنسان بالعقل؟ اعتبر عدم إعمال العقل الإنسان الذي لا يعمل عقله كائن شر من الدواب. سبحانه. لذلك ينكر الله سبحانه وتعالى الذي يعطل عقله، إنسان غبي هذا. إن شر الدواب عند الله. كرمك الله. نعم. وشوف لما يستعمل الله سبحانه وتعالى العبارات هذه أنها تشمئز منها الأنفس حتى ينفر الإنسان منها. لما يستعمل هذه العبارات مثل الحمار أو الكلب، لما تكون أشياء قاسية تتوخز الإنسان فتجعله ينفر. صدمة نفسية. إن شر الدواب، يعني طبقات تحت الدواب. ما كاين الجماد وكاين النبات وكاين الحيوان وكاين الإنسان. طبقة أقل من الحيوان شكون هما أستاذ عبد الغني؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا إنسان غبي، مش راح نديره له. صح. لا يعقل. لذلك نقول دائما نروح ونرجع إلى المسألة الأولى، أن العقلانية في الإسلام، الإسلام فقط يكرم العقل ويعطيه مجال لكن يحدد مجاله. العقل ليس مطلقا، بمعنى يؤطر أو يسيج هكذا. حدود العقل هو الأشياء المطلقة. نعم. ما هي الأشياء المطلقة؟ هي الأشياء اليقينيات. نعم. اليقينيات أعطيها الإنسان لأنه لا كما الإنسان كما في الرياضيات نقول شيء لا تقبل البرهان. بالضبط. عقولنا لا تصل إلى فهمها، لذلك الجسر الواصل بين عالم الشهادة وعالم الغيب هو الوحيد. نحن لا يمكن أن ندرك الغيب. صحيح. نحن نؤمن به نسلم به لأن الواسطة التي بيننا مش خاضع للتجربة. بالضبط. مش مثل ما يقول فيك الحدث كل ما لا يدركه العقل غير موجود. لا غير. نعم. أحد المفكرين المسلمين يقول مثال القرد، أذكى الحيوانات الأقرب للإنسان هو القرد، ذكي جدا، عنده قدرة على التعلم سريعة جدا. لكن القرد هذا لا يستطيع أن يفهم معادلة.
أو يفهم أشعة إكس، هل يعني أن هذه الأشياء غير موجودة أو يفهم الكواكب؟ أبدا. نفس الشيء قدرات العقل يعني محدودة، الإدراك يتوقف عند مرحلة ربي سبحانه وتعالى. فهمنا أن العقل مخلوق محدود، خلقه الله سبحانه في حدود معينة. عندك القطعيات، نعم. القطعيات لها أشياء كما يقول ابن تيمية في يستحيل أن تكون مسألة صريحة المعقول صريحة وصحيحة في الشرع يخالفها صريح المعقول بالضبط. مستحيل، نعم. يعني عقلا يستحيل أن يكون هذا، لأن نعم. الذي خلق، لأن الذي حكم هذا الأشياء قطع بها هو الذي خلق العقل بالضبط. مثلا نقول لك مثلا 1+1 يساوي 2، هذه مسألة لا تحتاج إلى برهان ولا تحتاج أن تنتقدها أصلا، مسلمات هذه القطعيات في الدين، القطعيات التي أجمعت عليها الأمة، وهي أشياء مثلا الواجبات في الشرع، مثلا المحرمات الدينية القطعية، هذه لا مجال للعقل فيها. بالعكس العقل بعد تطوره أثبت أحقيتها، مثلا شرب الخمر، مثلا أكل لحم الخنزير، السرقة، الربا، أثبت العقل بعد تجربة طويلة جدا بعد 14 قرن من التجارب، صحيح. أثبت أن الأشياء التي حرمها الشرع هي مسائل عقلانية بحتة، مصلحية الإنسان. نعم. ذلك من مصالح، من مقاصد الشريعة حفظ العقل، صحيح. وحرم الإسلام كل شيء في مناطق التكليف، وحجة الله سبحانه وتعالى على الإنسان أستاذ عبد الغني ما هي؟ صحيح. العقل سبحان الله. لا حجته ما هي؟ نعم. العقل. لذلك إذا بلغ سن الرشد وجب عليه التكليف، لأنه يعني أقامت عليه الحجة، يصبح الإنسان عنده قدرات وموازين عقلية لها الفطرة تستطيع أن تميز بين الصح والخطأ، بين الحق والباطل، فيكون العقل هذا حجة عليك. لذلك بعض العلماء تعجبوا من أن يطرح مسألة العقل كما أشرت أصلا في ما يتعلق بالنقاش. الذين يطرحون العقل مقابل الشرع، مقابل الدين، يطرحون العقل الذي هو بمعنى الهوى. أما العقل من الناحية الفكرية ليس من جنس الشرع، صح كما قلت لك في الكواليس. أنا مثلا، وإنما هو مسألة ترتيبية. طبعا بعض علماءنا، علماء السنة، مش كلهم، بعض علماء السنة انتقدوا المعتزلة لأنهم قدموا العقل على الشرع، لكن تقديمهم الذي لا يفهم، بعض أحيانا الناس لا يغوصون، لم يقدموا العقل على النص تشريفا، وإنما قدموا العقل على النص ترتيبا. يعني أستاذ عبد الغني يوم الجمعة أنا راح نصلي، أي شيء أبدأ به لما أخرج نحكم سيارتي وأختار الشارع، هذا لا يعني أن السيارة أفضل من المسجد أبدا، مش مجال القياس أصلا. السيارة وسيلة توصلني إلى صلاة الجمعة. كذلك العقل إذا قدمه من قدم، حتى من المعلماء المعاصرين الغزالي طرح عليه الموضوع، طرح على أنه يقدم العقل على الشرع، ولكن أي تقديم؟ مش تقديم تشريف، إنما تقديم ترتيب فقط، لأنه البجاج يعني الأشياء التي تحتاجها للسفر الزاد، نعم. الزاد التي تتزود بها من أجل الخروج إلى هذه النتائج أولها العقل، والله سبحانه وتعالى هو من دل على هذا. نعم سلام. قبل أن نذهب إلى فاصل قصير أستاذنا، حتى بعد ذلك نعود إلى هذا الانحياز الحاصل في مسألة العقل. العقل المسلم أستاذ تاريخيا هل تطور؟ بمعنى هل الأمة فيما يتعلق بعقلها وإعماله في مسائل الحضارة وفي مسائل الاعتماد عليه وإنتاج العلوم هذه التي لا زالت الأمة إلى اليوم تنتفع بها، بمعنى العقل المسلم مر بمراحل تقدم في فترة وتعطل في فترة ستنة. هذا بالضبط الذي قلت لك أستاذ عبد الغني، هذه مواضيع تجديدية. نعم. إحنا الآن نطرح المواضيع لنعود إلى لنجدد المفاهيم الأولى. إحنا الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة، قلت لك السياق الفكري الذي كان يعيش فيه العالم كان بين الكنيسة وبين الفلسفة الإغريقية. الفلسفة الإغريقية التي تؤله العقل وترفض كل ما سوى، وكانت الفكر الكنسي الذي يرفض، طبعا فيه أحداث كثيرة في مصر، أحرقوا المكتبة وشنق العلماء في هذا الفترة. جاء الإسلام يطرح هذه المسائل، أول شيء اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه طريقة الاجتهاد، بعث معاذا إلى اليمن في السنة. طبعا الحديث صححه ابن عبد البر وغيره، ابن القيم وغيره، قال له بماذا تحكم إذا نزل بك شيء؟ قال أقضي بكتاب الله. شوف طريقة التسلسل، لأن كتاب الله مطلق، في حقائق مطلقة، إذا لم تجد يعني في احتمال أنك لا تجد، قال أقضي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة قضية النبي عليه الصلاة والسلام منها ما هو وحي ومنها ما هو اجتهاد، وهذا بحث في أصول الفقه. نعم. أقضي بما قضى به الرسول، فهو أولى من رأي، رأي النبي عليه الصلاة والسلام أولى من رأي. فإذا لم تجد يعني ممكن لا تجد في السنة ولا في الكتاب، تنزل بك نازل لا تجد. ما هي الطريقة؟ هل أنتظر الحياة وأعيش في الظل وأعطي المصالح الناس وأعطي رأيي ولا آله؟
يعني لا أبالغ، هذا هو العقل بمعنى الهوى، هذا الفكر الحداثي. لماذا يرفضه العلماء؟ لأنه يتبع الهوى، يعني يعتقد اعتقادات مسبقة على أنه ثم يأتي فيطرحها على أنها فكر وعلى أنها تجديد، كما الأفكار الشذوذ والأفكار التي تخرج عن المألوف. فعبد الله بن عباس لما شاف فيه نباهة تصرف واحد التصرف مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال من فعل هذا؟ قال ابن عباس، قال اللهم علمه التأويل وارزقه الفقه في الدين. شوف أشرف الغايات اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن التقوى والإيمان والصلاح والعبادة هذه أشياء شريفة جدا، لكن ما هو أشرف منها؟ أن تكون تفهم عن الله سبحانه وتعالى، والذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحق وعن علم يكون أخشى له، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه البدايات الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون أصحابه على هذا الأمر هذا. ثم جاء عصر الصحابة، وأكثر عصر كان فيه اجتهاد هو عصر سيدنا عمر. نذهب إلى فاصل قصير من الكريم ثم نأتي إلى عصر الصحابة. العقل المسلم وإشكالية الانحياز هو موضوعنا الذي نتحدث عنه في عدد اليوم بمعية أستاذنا الكريم الدكتور محمد ميقاتلي الإبراهيمي المختص في قضايا الفكر الإسلامي. أستاذ الوقت يضغط علينا، إذن العقل المسلم توقفنا في فترة الصحابة، وبعد ذلك كيف تطور؟ في أي فترة تعطل الآن العقل المسلم؟ باختصار شديد، عصر الصحابة هم التلاميذ النجباء للتربية النبوية. كان أكثر العصور ثراء هو عصر الصحابة، أكثر الناس اجتهادا هو سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، وسيدنا علي، وكثير من الصحابة اجتهدوا. عندنا تراث طبعا، الأئمة الأربعة ماذا جمعوا؟ جمعوا أقضية الصحابة والتابعين، لأن يعني النبي عصم علمهم هذا الشيء. بالعكس، أنه في بعض الاجتهادات لسيدنا عمر جريئة جدا، أوقف حد السرقة وأوقف سهم المؤلفة قلوبهم، وما اعترض عليه أحد، لأنه هذه التربية النبوية، الأشباه والنظائر والقياس وال القواعد التي أصلها الإمام الشافعي، من أين أخذها؟ كلها نتاج أخذها من أقضية الصحابة وأفعالهم. ثم جاء عصر التابعين، وطبعا بعد ذلك تقعدت المذاهب الأربع وظهرت الفرق الإسلامية والفرق الكلامية وتوسع استعمال العقل. لذلك جاء من جاء من أهل السنة، بعض طوائف أهل السنة الذين رفضوا العقل بسبب هذا الانفتاح، بسبب انفتاح المعتزلة جدا وتقديم العقل، فأغلقوا باب الاجتهاد ووقعت الأمة. في العصر السادس، في القرن السادس، أغلقوا باب الاجتهاد وأصبح فيه الحواشي على الحواشي، وأصبح فيه التقليد والتعصب للأئمة. وبعدين جاء عصر النهضة ابتداء من جمال الدين الأفغاني ورفاعة الطهطاوي وشلتوت والإمام الغزالي ومحمد عبده. هذا العصر الذي جدد فيه الفكر الإسلامي ليرجع إلى سابق عهده، وأصبحت تطرح قضايا جريئة مثل هذه القضايا هذه التي. نعم أستاذ، المذهب الفكري الآخر، المذاهب الفكرية بين قوسين اللي تسمى بالغربية أستاذنا، وضرورة أيضا اعتمادها وارتمائها كما يقال هكذا بأذرع مفتوحة فيما يتعلق بمسألة العقل، وكل شيء عقلاني، وكل شيء يتعلق بالمادة، وكل شيء يتعلق بالمحسوس هو الذي نعتمد عليه، وإلغاء كلي لهذا الطرح المتعلق بالمسلمات المتعلق بالدين والعقل في دائرة الدين، تم إلغاؤه تماما. أيضا هذا يعني أحرج البشرية وأحرج الآن العالم الإسلامي أيضا، يعني نقيض الطرح الأول. أستاذ عبد الغني، تجربة المجتمع الغربي مع الدين تجربة تعيسة جدا. نعم، قاسية، صحيح. لذلك النتائج التي خرج بها العالم الغربي بعد الثورة الفرنسية وكذا هو إلغاء الفكر العلماني. كيف جاء؟ جاء لأن تجربتهم مع الدين كانت تعيسة. اليوم شافوا الفكر الكنسي كما ذكرت لك، صحيح، أن الفكر الديني عندهم، وأخذوا فكرة عامة على الدين، أن الفكر الديني معوق، هو الذي يقتل الإبداع، هو الذي يقتل جوهر الإنسان، هو الذي يشجع على الخرافة، يشجع على الدجل، على تقديس الناس وتأليههم. وبالتالي هذا الفكر هذا إذا مشى بهذا الشكل هذا هو عصر الظلام اللي فات على أوروبا، فلا بد من الخروج منه. أما نحن قلت لذلك كثير من الفلاسفة، ولكن الخروج قاد البشرية الآن إلى يعني عدمية، إلى يعني
عندما ألغوا الدين وألغوا نعم. يعني هذا العداء المتطرف للدين، الآن البشرية تعيش أيضا انتكاسة. هذا في المرحلة الأولى، مرحلة الانغلاق اللي كان المجتمع الغربي منغلق على ذاته ويحكم علينا هكذا. لكن كثير من المستشرقين لما درسوا التراث الإسلامي انبهروا بما طبعا بالإمام الغزالي، أبو حامد الغزالي كما يقول أحد المفكرين، احنا مشكلتنا ما عندناش، لم نسوق لعلمائنا مثل ما سوق الغرب. أبو حامد الغزالي وابن رشد هذو في مقام، والقاضي عبد الجبار في مقام أرسطو، فقط العالم الغربي يشتغل على العلاقات، على العلاقات العامة، نشروا علم أرسطو فصار أرسطو معروف بهذا الشكل. عبقرية الإمام الغزالي، بعض المستشرقين ينبهرون بفكر ابن رشد والغزالي، ناس غير طبيعيين، عقولهم يقولوا في الكيو آر هذه لو يقاس، ناس عباقرة، لكن فقط احنا لم نعرف التسويق لهم. لما درسوا هذا العلوم، علم الكلام وعلم المنطق، احنا كيف حفظنا الشريعة؟ حفظناها بعلم الأصول. ما هو علم الأصول؟ هو منطق. التعريف أساسا تعريف الإنسان الذي يرفض العقل. أيوة. إنسان مسلم عالم يرفض العقل. كيف تعرف القرآن؟ ما التعريف أساسا؟ منطق. صح. فيه حدود وفيه الجمع والمنع. نعم. أنت إذا لم تعرف هذه الأساسيات في البحث العلمي، بحثك مرفوض. إذا لا تستطيع أن تعرف الأشياء بناء على المنطق، من الذي يعرف حتى تقرأ المنطق؟ الله. أصول الفقه، ما هي أصول الفقه؟ هي مسائل منطقية. ما هو علم الحديث؟ قواعد علم الحديث. كيف لذلك قلنا احنا العقلانية في الشريعة عقلانية مؤمنة تحفظ الشريعة. كيف حفظ الحديث؟ بقواعده. كيف حفظ التفسير؟ بقواعد الحديث. ما هي القواعد؟ هي مسائل منطقية، هي مسائل الجمع والتركيب والتحليل. جمع الإمام الشافعي، جمع المسائل، حللها ثم ركبها من جديد، فخرج لنا بشيء يسموه علم الأصول، شيء إبداعي. لما تقرأ علم الأصول أستاذ عبد الغني وكأنك تقرأ في الرياضيات. صحيح. شيء منطقي تماما. حتى التعاريف، أنت لو تقول أي إنسان ما هو القرآن، كان يقول لك الذي نقرأ. لا، غير صحيح. أكيد. القرآن الكريم هو كلام الله، جامع المال اللي فيه الحدود، المنزل على، لأنه كلام الله أيضا، التوراة كلام الله، المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، المكتوب بالعربية، المبدوء بسورة الفاتحة، المنتهي بسورة الناس، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتوراة. ففي حدود يا أخي. صحيح. علم الحديث، ما هو علم الحديث؟ لا بد من تفاصيل. ما هو الحديث الصحيح؟ المسائل المنطقية من أين جاءت؟ من التمكن في عقليات. لذلك المستشرقين لما درسوا التراث الإسلامي أبدعوا فيه. صح. وقدموا كتبا، يعني حتى في الموسوعة هذه، موسوعة المعجم المفهرس لألفاظ الحديث قبل الإعلام الآلي، شيء عظيم جدا. صح. خدموا التراث الإسلامي لأنهم انبهروا به. ممتاز. فهذا هو الشيء. الآن الذين يرجعون إلى الإسلام ويدخلون في الإسلام ما همش عوام الناس ولا السفلة من الناس، كلهم عباقرة. لما يقول لك أنا في الحقيقة كنت مسلم. صح. أنا كنت أفكر مثل الإسلام، أنا فقط وجدني الإسلام. رائع. مش أنا الذي أجدته. ممتاز. نعم. ممتاز هذا الطرح سيدنا الكريم. أستسمحك بأن نذهب إلى ركن الفهرس. الفهرس. إذا في ركني الفهرس المتعلق بهذا الموضوع، أعتقد أنه من أكثر المواضيع السنة الكريم التي ألف فيها ما يتعلق بالعقل، سواء عندنا في الإسلام أو في دائرة الإسلامية أو عند أيضا حتى الغرب، كتبوا كثيرا فيما يتعلق بالعقل. من بين الكتب التي يمكن الاطلاع عليها أزمة العقل المسلم للباحث عبد الحميد أحمد أبو سليمان، هذا الكتاب الصادر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي، جدلية العقل والدين، مقاربات تأصيلية في فلسفة الدين لقاسم شعيب، وهذه المختارات من مختلف المدارس، ليس فيها فقط الطرح التقليدي لما يتعلق بالعقل والدين، ولكن أيضا للمدارس التجديدية، القرآن والعقل لأبو زيد المقري الإدريسي، فيها أيضا مقام العقل للمفكر الراحل محمد عمارة، العقل والدين سؤال العلاقة للدكتور مصطفى العزيزي، وفيه العقل في الإسلام بحث فلسفي في حدود الشراكة بين العقل العلمي والعقل الديني، لي أيضا مدرسة أخرى للشيخ محمد خليل أحمد خليل. أستاذنا، كسؤال أخير، ماذا خسرت الأمة عندما عطلت العقل في فترة من الفترات؟ الأمة أو أي أمة تخسر إذا عطلت العقل أنها ترجع للعصور الوسطى التي كانت تعيش فيها أوروبا. إذا عطل العقل معناه أعطينا مجال كبير للخرافة، للدجل حتى باسم الدين. صح.
استعمال الدين للدجل والتدجيل على الناس، الخرافات، الشعوذة، التخلف بشكل طبيعي والتخلف الحضاري من باب أولى. الإسلام الآن متصالح مع العقل في هذه الفترة، عندما نقول الإسلام يعني علماء الإسلام، لا علماء الإسلام متصالح جدا مع هذه الفكرة، لكن إذا ساد فكر الذي يعوق حركة العقل أو يعادي حركة العقل، معنى البيئة، نعطيك باختصار شديد، البيئة التي ينتشر فيها تعطيل العقل تجد فيها الدجل والخرافات باسم الدين، وتجد فيها التقديس، تقديس الشخصيات والتعصب البقيت للآراء والأشخاص، وتجد بالمقابل من هذا تخلف حضاري فظيع. تجد الإنسان عنده هاتف آخر طراز، ولكن يقول لك اللي قرأ وجدار، عنده سيارة أحدث ما يحدث يقول لك اللي قرأ وجدار، هذا إنسان متخلف، متخلف جدا، ويستحيل هذا تنتظر منه شيء إذا لم يصحح حركة العقل. نعم أستاذنا الكريم الدكتور محمد مقاتلي الإبراهيمي، شكرا لك على هذا الحضور الكريم. الله يبارك فيك، ما شاء الله. يعني هذا موضوع يحتاج إلى عقول كثيرة. نعم. وحلقات وفقط كثيرة، وفقط شرارة هكذا من أجل هكذا. نعم، نحاول دائما نطرح هذه المواضيع الجدلية حتى نجدد ربما علاقتنا. نعم. بها. فشكرا جزيلا لك. يعطيك العافية، مرحبا، نلقاك في مواعيد لاحقة إن شاء الله. مشاهدي الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج أبعاد، نترككم على خير، نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.